أحبائي المشاهدين في كل مكان، اسمحوا لي أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سيف الروح. سيف الروح الذي هو كلمة الله، والحلقات اللي جاية هنتناول مع بعض المفاهيم اللي قدمها الكتاب المقدس عن الزواج المسيحي، وإزاي يكون شكل العلاقة جوه البيت المسيحي، وإزاي يكون في وضوح في الأدوار، المفاهيم، والحقيقة إنه المجتمع بيفرض مفاهيم كتير وتورث المفاهيم دي من جيل لجيل. الميديا بتحط أفكار مختلفة، الأصدقاء بيقدموا نصائح وتوجيهات كتير. كل ده يا ترى بيناسب او بيتفق مع اللي قدمه لنا الكتاب المقدس عن الزواج ولا لا؟ السلسله اللي جايه من الحلقات هنحاول نتطرق الى الكلام ده، ونحاول نشوف مع بعض الى اي مدى المفهوم المسيحي واللي شرحه لنا الكتاب المقدس واللي قدمته لنا الكنيسه عن البيت، الازواج والزوجات وعلاقتهم ببعض، والى اي مدى يوجد تصور في قلب الله للعلاقة دي، وفي مقاصد الله كان في وضوح جدا هو ليه اختار الشكل بتاع الأسرة، وازاي يسلمه لنا، وازاي الكنيسة بتقدمه لنا بوضوح وبوعي وبقوة علشان نكمل مع بعض مشوارنا للحياة الأبدية كمجموعة مش بس كأفراد. مجموعة دي من الحلقات هنتكلم عن شوية مفاهيم. المفهوم الأول هنتكلم عليه مفهوم الرجل في الأسرة، وإيه اللي الكنيسة بتسلمه لنا، وإيه اللي الإنجيل علمه لنا عن المفهوم ده. هقرأ معاكم جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس والإصحاح الخامس، في آية 23 يقول: لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. وحط تصور واضح جدا للعلاقة ما بين الرجل والمرأة، بناه وشرحه على ضوء العلاقة ما بين المسيح والكنيسة. إذن المرجعية الأساسية لينا كمسيحيين في شكل العلاقة جوه البيت بحسب ما الله أعدها هو شكل العلاقة اللي بين المسيح والكنيسة. وبالتالي لما نيجي نقول مثلا انه اتجوز يا ابني عشان ربنا يهديك، او يا حبيبتي اتجوزي اصحابك كلهم اتجوزوا، او يعني انت محتاج تستقر، او انت محتاجة يبقى عندك اسرة، الكلام ده كله لطيف وبنتناوله مع بعض، بس يا ترى الكلام ده ينطبق على شكل العلاقة بين المسيح والكنيسة ولا لا؟ لما يجي واحد يدور على واحدة، ايه المقاييس اللي بيدور بيها؟ لما تيجي واحدة تختار عريس، ايه المقاييس اللي هي حطاها في ذهنها؟ او لو في زوجين مع بعض وماشيين في وسط مشوارهم، بيبصوا لبعض ازاي؟ بيشوفوا بعض ازاي بعد فترة من الارتباط؟ ايه اللي بيكون موجود كل يوم بيشكل العلاقة اللي بينهم؟ ايه الثوابت اللي قايم عليها البيت؟ النهاردة هنتكلم شوية عن مفهوم الرأس، ويمكن نحتاج كمان حلقة عشان نوضح شوية أساسيات. لما قال هنا في أفسس 5:23 أن الرجل هو رأس المرأة، فبيقدم الرجل كرأس في الأسرة، وبيقول أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة. وبالتالي إحنا مش بنتكلم عن الزوج والزوجة أن ده نصك التاني، لا، إحنا بنتكلم عن علاقة الرأس بالجسد من خلال علاقة المسيح بالكنيسة. ونوضح أكثر. في نفس الإصحاح الخامس من رسالة أفسس يقول في عدد 25: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. إذن أول
فكره راسخه موجوده في ذهن اي رجل لما يجي يفكر في شكل الاسره بتاعته انه المسيح اسلم نفسه من اجل كنيسته، وبالتالي هو مستعد ان يبني كيان، يضحي بروحه من اجل الكيان ده، هو مستعد ان يدخل في علاقه، يضحي بنفسه من اجل اتمام هذه العلاقه للمنتهى. وبالتالي لما بنقول ان الرجل هو راس المراه، بنقول هو الراس اللي مستعد ان يقدم نفسه من اجل كل الجسد. ما هواش الراس اللي بيحط نفسه عبء على الجسد او بيطلب من الجسد انه يشيله اطلاقا، مش ده المفهوم. لكن المفهوم هو بالظبط على محور العلاقه بين المسيح والكنيسه، ايه اللي قدمه المسيح من اجل الكنيسه؟ هو خلص الكنيسه. هو يعطي كل حياته للكنيسه. هو متصل تماما بالكنيسه. هو موجود وحي في الكنيسه. والكنيسه بتشعر في كل يوم بمحبته وبانه قدم نفسه من اجل الكنيسه. إذن مطلوب من الزوج ان يكون على هذا المستوى من الادراك، مطلوب من الرجل انه يفهم انه شكل علاقته بالمراه وبالاسره اللي هو بيكونها او بالفعل كونها على هذا المستوى. من حضور المسيح جوه العلاقه دي زي حضوره في الكنيسه. ووجود الزوج والزوجه مع بعض كعلاقه زي علاقه المسيح والكنيسه. طيب هناخد ثلاث مفاهيم بسيطه عن يعني ايه الرجل هو راس المراه وفي الاسره. المفهوم الاول يقول الاتي كده: ولكن اريد ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح. انه الرجل رياسه هي المسيح، واما راس المراه فهو الرجل. وبالتالي فيوجد تكليف من المسيح للرجل ان انت هتبقى ريبورتنج ليا، انا بديك تكليف انك تقود الاسره. وبالتالي اول مفهوم من مفاهيم الرجل كراس للاسره وللمراه انك مكلف امام المسيح بهذا الدور. وبالتالي رساله لكل رجل في اسره انه سياتي يوم تقدم فيه حساب عن هذه القياده، لانه الله هو اللي قال لك انت مكلف بده. وشيء بديهي انه لما يكون عندي تكليف من شخص ما اني بشوف الشخص ده عايز مني ايه. فالرجل مطلوب منه انه يكون كراس للاسره متصل دائما بالمسيح، ويستلم من المسيح دائما ما هو لكل الاسره. انت مكلف بالقياده امام المسيح. وبالتالي اذا كنت حاليا بتفكر في زواج فلازم تعد نفسك لهذا الدور. اذا كنت بالفعل زوج فلازم تكون بتجدد العهد امام القائد اللي انت ستاتي يوم لتقدم امامه حساب عن قيادتك انت بالوكاله لهذه الاسره. فاول مفهوم لازم يكون واضح انه الرجل مكلف من المسيح بالقيادة. طيب المسيح بيعمل ايه للكنيسة؟ ايه شكل قيادته للكنيسة؟ هو حاضر في الكنيسة، هو مذبوح على الصليب من اجل الكنيسة، هو بكل صدق وامانة وصل محبته للكنيسة. وبالتالي مطلوب اني اكون هذا النموذج في القياده، لان النموذج العالمي في القياده بالذات في خلفيتنا احنا كمصريين بيورينا ان القائد الراجل ده اللي هو يعني المشهد بتاع الراجل وهو قاعد ياكل والاسره كلها واقفه عقبال لما يخلص اكل فيبتدوا هم ياكلوا، او الراجل اللي لما يخش البيت لازم البيت كله يكون في حاله من الانتباه والاستعداد التام ل تقديم الكرامه لي، وهذا الشكل من الخلفيات الثقافيه اللي توارثها اجيال وراء اجيال. بس المسيح ما عملش كده. المسيح ما قدمش النموذج ده خالص. خالص. ده بص عليه يوحنا المعمدان وقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم، ده اللي جاي يقدم نفسه من اجلنا. فانت قائد يقدم نفسه من اجل اسرته. فزوجتك وولادك وبناتك بيشوفوا فيك نموذج مضحي بالكامل، فيعشقوا ان هم يكونوا تحت رايتك.
هم يختاروا ده بالمحبة ويختاروا ده بإرادتهم لما يشوفوك دايما هذا النموذج من القائد. مفهوم التاني، قال إنه في رسالة أفسس الإصحاح الأول عدد 22، قال على المسيح برضه: وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، من الذي يملأ الكل في الكل. إنه نفس المشهد ده بيديه للرجل وبيقول لك أنت عندك مش بس قيادة، أنا بديك إنه الأسرة تكون خاضعة ليك. وهنا في منطقة مهمة جدا جدا، إن الأسرة كمجموعة المسيح شايفها حتة من الكنيسة، وإنه المجموعات ديت هي أجزاء جسده اللي بتجتمع كلها عشان تشكل الكنيسة. هو حاطط ليها نظام، نظام، وحط في النظام ده إن يكون للزوج للرجل هذا السلطان في البيت. بيقول عن المسيح هو رأس كل رئاسة وسلطان، وبالتالي هو قال لك ان انت هتستلم مني وتمارس الدور ده في البيت. فمن اساسيات دور الزوج المسيحي ان يكون ليه سلطان في البيت. والكلام ده مش بالقوه، مش بالعنف، لكن بالحكمه، بالاتزان، بانه ولادي يشوفوا فعلا انه انا شخص يؤمن اليه، انهم بيشعروا ان انا ممكن اكون نموذج ليهم، انهم بيحسوا انه هذا الاب، هذا الزوج، اداؤه في البيت، قراراته، اختياراته بتبين انه مسؤول عننا، وبالتالي يتوجد جوه البيت حاله من حالات شعور انه ليه السلطه. وهذا الشعور بينعكس مباشره على حضور المسيح نفسه. كل طفل جوه الأسرة بيختبر معنى الله في الأب والأم. كل طفل جوه الأسرة أول ملامح صورة الله بتتشكل جواه لما بيشوف أهله. وبالتالي مفهوم الله القاسي الصارم المعاقب المنتقم بيشوفه الأول في الأب. أو مفهوم الله الحنين المحب الغافر المتسامح المحتضن الباذل اللي بيقبلني دايما، الطفل بيبتدي يكتشفه اولا في الاب. وبالتالي لما يكون للاب سلطان في البيت، هذا السلطان هو مستمد من سلطان الله، فهيتشكل في ذهن الاسره من اولاد وبنات، وكمان هينعكس على الزوجه هو شكل السلطان في البيت ايه. ومره تانيه، هذا التكليف سنحاسب عليه أمام الله كآباء وأزواج، وكل حاجة هنأذي بيها عائلتنا هنقدم عنها حساب، لأن دي أول وزنة الله أعطاها لأي رجل، زوجتك وعلاقتك بيها، بيتك وأولادك وعلاقتك بيهم هتقدم عنها حساب. فالسلطة اللي الله وكلها لي عايز يشوف بقية أفراد الأسرة بيشوفوا سلطان المسيح في البيت مش سلطان العالم. وطبعا يعوزنا الوقت لسرد امثال بتتكلم عن ازاي تكون ليك كلمتك وازاي تذبح القطه والكلام الكتير اللي احنا يعني داخلين بيه وجوه مجتمعاتنا وثقافتنا، لكن ما هواش جوه كلمه الله. ومرجعيتنا الحقيقيه في علاقاتنا ببعض هو اللي المسيح قدمه لنا في كلمته. وبالتالي بشوف هنا ازاي امارس هذا الدور وازاي افهم يعني ايه سلطان في البيت. فاذا كان عيلتي بتخاف مني، انا ما عكستش صوت المسيح. اذا كانت عيلتي بتستهين بيا، انا ما عكستش صوت المسيح. ما هوش ده البيت المسيحي. لكن انا اشعر جدا بالسلطان اللي من الله لما بشوف المسيح في زوجي كزوجة، أو في أبويا كابن أو كبنت. يبقى هنا الأب والزوج
استلم مفهوم الرأس من المسيح وقدمه زي ما المسيح عايزه. المفهوم الثالث يقول في رسالة أفسس الإصحاح الرابع وعدد 15: بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. أي العربي بتاعها مركب شوية، بس المعنى اللي ورا الكلام ده إنه إحنا بننمو من خلال عمل الرأس اللي متصل بكل أعضاء الجسد واللي بيعمل على تنمية هذا الجسد بمنتهى المحبة، يبنيه في المحبة، وبالتالي في قيادة وفي سلطة وكمان في مسؤولية في البيت. الأب والزوج مسؤول عن البيت، وعملوا طول اليوم وعملوا طول الليل وعملوا طول العمر إنه يتحمل بالكامل مسؤولية أسرته، وإنه يكون أداؤه اليومي بيعكس هذه المسؤولية. وبالتالي لما الأولاد يشوفوا الأب بيصرف على نفسه مصاريف مبالغ فيها، أو بيقضي وقته بمعزل عن مشاكلهم، أو بيسمعوا نبرة الصوت بينه وبين زوجته دايماً بتسبب حالة من الإزعاج لأذانهم، وحاجات تانية كتير، إذا انعكس على الأولاد وعلى الزوجة إن الزوج والأب غير متحمل لمسؤوليتهم ينهار مفهوم المسيحي للأسرة. لأنه أي إنسان عايز يمارس قيادة، أي إنسان عايز يستلم سلطة، هو مكلف بمسؤولية غير عادية. طبعا كلنا نعرف إنه لو في أي مركب بتغرق، آخر شخص لازم يكون واقف على المركب لآخر لحظة هو القبطان القائد للمركب. القائد هو المتحمل دائما للمسؤولية في كل أمور حياتنا، وبالتالي كل كلمة بقولها، كل فعل بفعله، لازم يكون مغموس بمسؤوليتي عن أسرتي. كل اختيار بختاره، كل مبلغ من الفلوس بيتصرف، كل مشروع بفكر فيه، كل شغل بقدم ليه، كل وقت بنظمه، كل هواية بمارسها، كل صديق بختاره، كل حد بقربه مني، لازم أكون عندي مسؤولية كاملة عن بيتي وأنا باخد أي قرار من دول. فإذا أنا كرجل رأس للأسرة قربت من أسرتي ناس أفسدت أسرتي، أنا مسؤول. إذا شاهدت بعناية أسرتي بتتسلل إلى العالم وبتسكن فيه وأنا وقفت سلبي مش بعمل أي حاجة، أنا مسؤول. إذا لاحظت أن العلاقة اللي بين أفراد أسرتي والمسيح علاقة ضعيفة، أنا مسؤول. أنا المتحمل الأول للمسؤولية أمام الله عن أفراد أسرتي. عشان كده أي أب أي زوج ركبه محنية أمام الله نهار وليل بيصلي من أجل أسرته، إنه يا رب المسؤولية دي كبيرة جدا، إني أقف في اليوم الأخير قدامك وحد من أفراد أسرتي مش معايا بيحبك، دي مسؤولية. أو إني أدور على خلاص نفسي وأهمل بقيت أفراد أسرتي، شكلها إيه دي المسؤولية؟ أو إني أقضي 20-30 سنة من عمري علشان أكون فلوس لولادي بينما أبديتهم طارت وضاعت ولم أشغل بالي على الإطلاق بإني أصنع شيء لحياتهم الأبدية، أي مسؤولية دي؟ وبالتالي إذا كنا بنحرص على إنه زوجاتنا وأولادنا يكونوا عايشين حياة كريمة، فخلي بالك أن الحياة الكريمة هي الحياة الأبدية. فإذا ضاع مني عمري كرجل بحثا عن نجاحي أنا أو مجدي أنا أو تفوقي في شغلي أنا،
وحطيت شغلي الأولوية الأولى، أو حطيت أصدقائي، أو حطيت هواياتي، وركنت بيتي على جنب، أنا المسؤول. إذا ضعفت علاقتي بزوجتي، وإذا ضعفت علاقتي بأولادي، أنا المسؤول. هذا الرجل الذي وضعه الله كرأس للأسرة هو المسؤول الأول عن أي قصور أو أي فشل في الأسرة. وبالتالي قدامنا وضوح جدا في هذا الشكل، إنه المسيح يقرع على كل باب ويئن من أجل كل عضو من أعضاء كنيسته، والرجل أيضا يصلي كل ليلة من أجل أفراد أسرته ويئن أمام المسيح ويقول له دول ولادك، ويقول له على زوجته دي بنتك، ويطلب من المسيح إنه يعطيه القدرة إنه يصنع هذا الأمر. عشان كده النموذج المسيحي هو نموذج لا يستقيم بأي شكل من الأشكال من غير ما المسيح يكون حجر الزاوية بتاعته. وبالتالي مفهوم المسيحية إنه إحنا صرنا واحد في المسيح، وصرنا واحد مع بعض كزوج وزوجة في المسيح أيضا. والكنيسة تقدم سر الزيجة وتاخد الاثنين على المذبح وتقول لهم إن الروح القدس حل فيكم وصرتوا واحد في المسيح، إزاي نفصلكوا تاني؟ وإذا فضلوا الاثنين في المسيح هيفضلوا الاثنين مع بعض للأبد، نفصلهم إزاي؟ عشان كده لما الكنيسة بتقول إنه مفيش طلاق لأنه النموذج المسيحي هو نموذج أعده المسيح بنفسه للأبد، والمسيح هو اللي قال إنه مش هينفصلوا، مش هينفصلوا، أنا فيهم، أنا فيهم. إذا لو اختار حد إنه يتحد بحد تاني وسماها علة الزنا، لكن غير كده أنا فيهم، أنا فيهم وهم فيا. وبالتالي الرجل الذي هو الرأس كن في المسيح ويكون هو فيك، فالأسرة كلها تشوف المسيح مش تشوفك أنت. استلم القيادة منه، اعكس سلطانه في البيت، وتحمل المسؤولية كاملة كاملة طول العمر عن ولادك وعن زوجتك عن عيلتك، ويكونوا هما الأولوية الثانية في حياة أي رجل بعد الله. يجي الله نمرة واحد، ويجي أسرتي نمرة اثنين، قبل شغلي وقبل كنيستي وقبل خدمتي في الكنيسة وقبل هواياتي وقبل أصدقائي وقبل كل حاجة تانية، البيت نمرة اثنين. عشان كده لو قضيت وقت طول النهار في الكنيسة وأهملت بيتي، الكنيسة تقول لي ما تنفعش، البيت الأول، لأن دي الخلية الأولى اللي الله هيحاسبك عنها. خد من الكنيسة جسد المسيح ودمه وروح اسري بالحياة في بيتك، لكن جاي للكنيسة وبيتك ميت يبقى أنت جاي لنفسك مش للمسيح. أرجو أنه هذا المفهوم يكون اتضح، وإن شاء الرب وعشنا الحلقة الجاية نكمل بعض الأفكار عن دور الرجل كرأس للأسرة، لأن احنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.